أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في مادة الأسبوع الثامن للفصل الدراسي الثاني من كتاب التربية الإسلامية. قبل أن نبدأ لابد من التعرف إلى أبرز الأهداف المرجو تحقيقها من هذا اليوم. إذن أهدافنا اليوم هو التعريف بموضوعات الأسبوع ثم تعداد موضوعات الوحدة الثانية التي سنبدأ بها والبدء بالدرس الأول منها، ولا بد أن نعرف كيف سنقوم بالربط بالمواد الأخرى من خلال هذه الدروس. لاحظ عزيزي الطالب أن الموضوع الأول الذي سنقوم بالحديث عنه هو تلاوة آيات سورة الشورى، الآيات من الآية 13 إلى الآية 19، وسنقوم بالتركيز على أحكام التلاوة والتجويد تحديداً على تطبيقات لمخرج الحلق. انظر عزيزي الطالب إلى المفردات والتراكيب الموضوعة بجانب هذه الآيات، إذن لابد من الربط بمادة اللغة العربية من خلال تفسير معاني المفردات والتراكيب الملونة باللون الأحمر، التعرف إلى أبرز الموضوعات التي تناولتها سورة الشورى، ثم تطبيق أحكام التلاوة وهي مخارج الحلق عند تلاوة هذه الآيات. وأذكر أن عليك الرجوع إلى موقع تنزيل القرآني للاستماع إلى تلاوة الآيات بصوت القارئ، ثم محاولة تلاوتها والتدرب عليها لتقوم بلفظ الكلمات لفظا سليما. الموضوع الثاني الذي سنقوم بتناوله هو آيات من سورة لقمان، ولا بد أن أذكر أن هذا الموضوع قد سنبدأ به في الوحدة الثالثة من كتاب التربية الإسلامية وهي بعنوان إنما المؤمنون إخوة. ما أجمل هذا العنوان، دعونا نعدد موضوعات هذه الوحدة. سورة لقمان كنا قد تناولنا بداية الجزء الأول والثاني من هذه السورة والحديث عن موضوعات محددة فيها. سنتناول الآن أو في هذا الأسبوع الموضوعات التي تناولتها الآيات من الآية 16 إلى الآية 19، كما سنتحدث عن أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، وعن نبي الله سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم دعوته، ثم سنطبق أحكام التلاوة والتجويد تحديداً حكم مخرج اللسان، ولا بد أن نأخذ جانباً من حياة الصحابة، سنتعلم جانباً من حياة صحابية جليلة اسمها رفيدة الأسلمية، وسنطبق أحكام التلاوة والتجويد تطبيقات على مخرج اللسان أيضاً من آيات محددة من الكتاب. كنت قد قلت سابقاً بأن الموضوع الأول الذي سنقوم بتناوله هو آيات من سورة لقمان، ولا بد أنك تعلم أن لقمان ليس نبي وأنه رجل صالح أعطاه الله تعالى الحكمة، وربما أبرز ما عرف به هو وصاياه لابنه، ولأهمية هذه الوصايا وضعت في القرآن الكريم. أما الآيات، الآية 16 إلى الآية 19 تتناول مجموعة من وصايا سيدنا لقمان لابنه، فبين فيها كيف يجب أن تكون علاقته مع الله سبحانه وتعالى وكيف يكون تعامله مع الناس، كما دعاه إلى اتباع منهج جميل جدا لابد أنك أدركته من خلال الصورة التي أرفقت أمامك. إذن على الإنسان أن يكون معتدلا متوسطا في جميع جوانب حياته، لا أقصد في الدين فقط وإنما في كل الأمور، في الدين، في العلم، في العبادات، في كل شيء قد نعيشه بشكل مستمر. فالوسطية والاعتدال في الحياة هي من أهم خصائص الإسلام، وهما فكر وسلوك علينا التعامل بهما. لابد من الرجوع أعزائي الطلاب إلى صفحة المنصة التعليمية للرجوع إلى المصادر والأنشطة والمواد المرئية للاستفادة منها وفهم الدرس بطريقة أشكر استماعكم أعزائي الطلاب، وأتمنى أن أكون قد قدمت ما فيه الفائدة. أراكم في دروس قادمة
طبتم وطاب يومكم بكل حب.